السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الفيديو علما ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. بسم الله نبدأ على بركة الله. موضوع فيديو النهاردة: بيضة البط اللي أنا كنت محضنها تحت الحمام. هنروح كده بسرعة نشوف الحمامة اللي راقدة دي. جيب البيضة. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اهو كده بانت اكتر. بسم الله ما شاء الله. انا بنوري لك البيضة وهي بتنقر علشان نوريها لك ان شاء الله بكرة لما تفقس، علشان الناس اللي شككت ان انا ازاي بتحضن 4 بيضات وثلاث بيضات، ما بيحضنش اصلا 3، ازاي انت بتحضن 4؟ اللي قال لي ان الفيديو غير صادق. دي بيضة البط، دي البيضة الوحيدة. انا كنت محضن 3 بيضات، دي البيضة اللي طلعت مخصبة، لكن الاتنين التانيين طلعوا فارغين. ان شاء الله لو بيض حتى بيض وز ممكن هيفقس ان شاء الله. لكن قبل ما ارجع بيضة البط هقول لحضرتك هنعمل ايه. زي ما بعمل دايما مع بيض الحمام واي بيض، لما البيضة بتنقر كده عشان نتجنب كبس الكتكوت فيها او الزغلول، معايا هو المية، هو الافضل مية دافية، لكن انا مش معايا دلوقتي. انا اتفاجئت انها بتنقر كده يا جماعة. اهو بقوم حاططها تحت الماء كده شوية وارجعها تاني. لو مرتين ثلاثة في اليوم وقت ما بطلع بعمل العملة دي. دي بتسهل جدا على الكتكوت وهو بينقر البيضة ان هو يكسرها. رجعنا البيضة تاني. طيب البيضة البط اللي هي بتنقر دي، في حد قال لي في التعليقات، رغم ان انا كنت قايل في الفيديو لكن هو الظاهر ما خدش باله، قال لي ان بيضة البط بتقعد كتير على ما بتفقس، مش زي بيض الحمام. فعلا هو يمكن يقصد يسأل انت بتعمل ايه، يعني بتخلي الحمامة ترقد المدة الطويلة ليه، ازاي يعني. ان ممكن الحمامة هتقوم وتسيب البيض. فعلا انا بخليها ترقد 18 يوم بس اللي هي بترقدهم على بيض الحمام. بعد كده بنقل البيضة بتاعة البط دي، باخدها احطها تحت ايه جوز تاني، ما بسيبهاش لاني هتسيبها تقوم. انا بقوم اخدها حاططها تحت حمام تاني، فده تالت مرة انقلها، دي تالت مرة انقلها. فنقلتها من اكتر من جوز حمام. حتى تلاحظ حضرتك الكرتونة دي اللي كان فيها البطين اللي فوق الفارغين، في الفيديو السابق اللي قبل كده كنت حاطط البطين الفارغين هنا، فهم ما قعدوش هنا كتير، فانا فرستهم لقيت ان هم فارغين، فشلت البطين الفارغين خلاص وحطيت مكانها البيضة اللي هي المخصبة دي. ان شاء الله بكرة اصورها لكم نكمل الفيديو واحنا شايفين البطة، عشان نثبت بالدليل ان الحمام يقدر يفقس حتى بيض الوز مش بيض البط بس. تعالوا نشوف النهاردة بيضة البط اللي احنا شفناها امبارح فقست ولا لسه. قرب كده، لا لسه ما فقستش. بسم الله ما شاء الله. انا حاسس بالبطة بتهز البيضة في ايدي خلاص، يعني على وشك. طيب برضو هنرشها مية زي ما عملنا امبارح، نرشها مية. مية على خفيف كده. طبعا انا كل ما بطلع بعمل العملة دي، لكن في الثلاث ايام الاخرانيين بس، زي المزارع بتاعة البيض الفقاسات اللي ما بتعمل، بيرش اخر 3 ايام مية. ان شاء الله بتهزي في ايدي خالص، قربت يعني على وشك. طيب هنسيبها ولما تفقس نوريها لكم مرة تانية. رجعنا لكم تاني، اهلا بيكم. نشوف بيضة البط، بار بيضة البط ايه. نسحب الكرتونة كده في النور علشان نشوف. بسم الله ما شاء الله، فقست البطة
حمامة طلعت بط. احنا طبعا صورنا بالنهار ورشينا مية، لكن احنا دلوقتي بالليل. هي فقست لكن لسه طرية، لسه مبلولة ايه البطة. بسم الله ما شاء الله. دي البطة وده قشرها. طبعا مش هنشيلها دلوقتي، لكن هنسيبها لبكرة على بال ما شعرها ده يجف. طبعا هي لازم تتشال عشان هي تبقى عايزة تاكل، لكن لازم تجف الاول. الام تدفيها، الحمامة تدفيها لحد ما تجف، وان شاء الله بكرة الصبح نشيلها ونحطها في كرتونة نربيها، يعني زي ما نربيها بأي طريقة. واقول لكم هنعمل ايه مع الحمامة. الحمامة عايزة تأكلها، مفكرة انها بنتها. شوف ازاي عايزة تزغطها الحمامة، عايزة تزغطها. شفت حنية الحمام الزجل؟ تفتح لها بقها ازاي، عايزة تؤكلها. لكن طبعا البطة مش بتاكل، البط بيأكل نفسه ومش حدش بيأكله. هي عايزة تزغطها.